يقول السائل: هل يجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية؟ الصحيح أنها لا تجب على المأموم، بل يجب عليه الاستماع. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا تمكن المأموم من قراءتها في سكتات الإمام هذا طيب، أما إذا لم يتمكن إلا والإمام يقرأ فهذا فيه تشويش على نفسه وعلى الإمام، وعدم أيضا إتقان للقراءة سبب التشويش. نعم.